السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في آخر لقاء على رواق في هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقط في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس البسيط أردت أن أنوه على شيئين من الأسئلة التي كانت ترد أو التعليقات التي كانت ترد على المحاضرات. في الحقيقة الأسئلة كثيرة، لكنني لا أستطيع أن أجيب على أكثرها، لأن الإجابات تكون في ثنايا الدروس، يعني من استمع إلى الدروس كلها أتوقع أنه لن تكون لديه إشكالات. بقيت فقط نقطة ثانية أردت أن أتكلم فيهما بسرعة، نقطة التعليم أونلاين بشكل مباشر على الإنترنت، والنقطة الأخرى. طيب أقول هذه، أبدأ في هذه أولا. التعليم أونلاين على الإنترنت أو التعليم عن بعد في العربية للناطقين بغيرها لا أظنه ينجح بشكل كبير. أنا عملت فيه فترة لكنه لم يكن موفقا بشكل كبير جدا. أعتقد أنه سيكون جيدا إذا كان في المستويات، بداية من المستوى الثاني والثالث إلى آخره، لكن في المستوى الأول يحتاج أن يكون الطالب محتكا جدا بالأستاذ احتكاكا قويا لغويا ثقافيا نفسيا. لابد أن يكون معه أستاذ في الفصل يسأله يباشر عمله بشكل جيد. نعم هناك مؤسسات تعمل وناجحة على هذا الاتجاه، لكن لا أعرف هل كل شخص ربما ينجح في هذا العمل أو لا، بخصوص الماديات التي أحيانا يسأل البعض كم بكم الساعة أعمل، أو هذه أشياء اجتهادية جدا قد لا تنال شيئا وقد يرزقك الله سبحانه وتعالى شيئا جيدا. هذه النقطة الأولى. بخصوص النقطة الثانية وهي الشريك اللغوي. الشراكة اللغوية هي عبارة عن وجود شخص يجيد اللغة العربية الفصحى، يبدأ يتكلم مع الطالب في مراحل معينة، يستثير ما عنده ما في ذهنه من معلومات فيجعله يتكلم أكثر وأكثر. الشراكة اللغوية مهمة جدا، أنا شخصيا كنت أستخدمها كما ذكرت قبل ذلك في بعض السنوات. كنت أجمع طلابي جميعا في يوم عطلة وأخذهم إلى مسجد، وفي هذا المسجد مثلا ألتقي ببعض إخواني وأستأذنهم ساعة واحدة. في هذه الساعة أسلمهم هؤلاء الطلاب على شكل حلق، كل أخ له طالب واحد يجلس معه، يسأله عن عادات البلد والطعام والشراب والمسكن والزواج إلى آخره، والطالب يخرج ما عنده ويتكلم ويتناقش ويحتد ويهدأ إلى آخره. بعد الساعة لما سألت الطلاب جميعا تقريبا كانت الإجابة واحدة، وهي أننا استفدنا استفادة بالغة ولها أثر جيد جدا في نفوسنا. على كل حال الشريك اللغوي شيء طيب جدا. بعض المؤسسات أحيانا تتعاقد مع الشركاء اللغويين، يعني شخص يجيد اللغة العربية الفصحى تتعاقد معه في حصة الاستماع أو في حصة التطبيق، يخرج الشريك مع الطالب يجلس معه، لكن لابد أن تكون أنت شريكا ناجحا، بمعنى أنك لا تتكلم أكثر من الطالب. يجب أن تختار الموضوعات التي يمكن أن يفتح فيها الطالب، يعني أحيانا تسأل الطالب سؤال فيجيب على قدر السؤال فقط، لا اسأله سؤالا يجعله يأتي بالمعلومات يمنة ويسرى. كنت أحيانا يعني أفاجئ بعض الطلاب بموضوع معين مثلا تاريخيا قد مر عليه زمان، وأقول له ما حدث من بلد كذا تجاه بلد كذا ليس من الإسلام، وأنتم قدمتم شيئا ليس بالشيء الجيد، وأسأتم إلى الإسلام بهذا التصرف، هكذا يعني. فيغضب جدا ويبدأ يدافع عن قبيلته أو بل بلدته ويناقش، وأنا أستمع فقط، هو يناقش وأنا أستمع، يتكلم ويأتي بالحجج والأدلة والبراهين وأنا أستمع. ففي النهاية أقول له فقط أنا أردت أن أثير حفيظتك دون أن يكون هناك نوع من التصادم. فكان الطلاب يعني في النهاية يشكرون لنا هذا الصنيع وهذه المفاجآت. طيب
هذا ما أردت أن أنبه عليه فقط، لكن أرجو من إخواني في نهاية هذه الدورة أن يسامحونني. قد وعدت أن أدرس فيه أو أن نلتقي على دروس البلاغة في المستوى الثالث، لكن يكفي هذا جدا يعني. اعذروني، سامحوني، التسجيلات طبعا ضعيفة، التصوير ليس ولدي استوديو، الوقت يعني مزدحم جدا جدا جدا. أنا في غاية الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الدقائق من وسط هذا الزحام الشديد جدا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يبارك لكم في أعمالكم، وأن يبلغكم ما تتمنون من خير ويرضيكم إن شاء الله تعالى به. للمرة الأخيرة أيضا أستسمحكم، وإن شاء الله يكون الاختبار مرفوعا على رواق بشكل بسيط مسبقا قبل الاختبار أيضا، يعني معلومات تجيب عنها ثم بعد ذلك تدخل بها الاختبار إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.